تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالاند وأبرز ما فيها. رئيس حزب كلمية الحاكم بجمهورية سومالاند واستقباله لأعضاء المجلس المحلي بمدينة بوهدلة وذلك بمقر الحزب بالعاصمة هرقيسة. وزير الطاقة والمعادن بجمهورية سومالاند معالي سعيد أحمد جبريل ومرسوم وزاري. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرة بالتفصيل. استقبل رئيس حزب كلمية الحاكم بجمهورية سومالاند معالي محمد كاهن أحمد أعضاء المجلس المحلي بمدينة بوهدلة وذلك بمقر الحزب بالعاصمة هرقيسة. استقبل رئيس حزب كلمية الحاكم معالي محمد كاهن أحمد أعضاء المجلس المحلي بمدينة بوهدلة. شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. وفي كلمة لنائب عمدة مدينة بوهدلة وعالم أعضاء المجلس المحلي بمدينة بوهدلة، أعلنوا من خلال حديثهم عن استقالتهم من عضوية حزب أوعد المعارض وانضمامهم بشكل رسمي لحزب كلمية الحاكم. من جهة أخرى، تحدث بكلمة رئيس هيئة النازحين واللاجئين الوطنية سعادة عبد الكريم أحمد محمد حنف، ورئيسة فرع النسائي بحزب كلمية الحاكم السيدة زهرة صليبان، والنائب الأول لرئيس حزب كلمية الحاكم سعادة عبد العزيز محمد صمالة، ورئيس حزب كلمية الحاكم معالي محمد كاهن أحمد. حابوا من خلال حديثهم بأعضاء المجلس المحلي بمدينة بوهدلة ولإعلانهم التام لانضمامهم لحزب كلمية الحاكم. أصدر وزير الطاقة والمعادن بجمهورية سومالاند معالي سعيد أحمد جبريل مرسوما وزاريا لتجار المعادن بالوطن بتجديد رخصهم التجارية. أصدر وزير الطاقة والمعادن بجمهورية سومالاند معالي سعيد أحمد جبريل مرسوما وزاريا لتجار المعادن بالوطن بتجديد رخصهم التجارية، وجاء البيان كالآتي: عندما اطلع الوزير على قانون المعادن رقم 100/2023 بمده 13 الفقرة الثانية والبند السادس الفقرة السابعة لتقديم الرخص وإدارتها والمحافظة عليها، وعندما اطلع على الواجبات المترتبة عليه لخدمة الوطن والمواطنين، وبعد مشاورات قررت منذ 30 الكانون الثاني لعام 2024 بتقديم وتجديد رخص استخراج المعادن على المدى القريب والعميق، وستقبل تجديد الرخص خلال 45 يوما منذ تاريخ 30 من كانون الثاني وحتى 14 من آذار لعام 2024. شارك أعضاء من المجلس الوزاري بجمهورية سومالاند في مناسبة افتتاح فندق رويال بلاز غربي العاصمة هرقيسة. شارك في المناسبة سلاطين، عقال، شيوخ، مثقفين وضيوف شرف آخرين. شارك عدد من مسؤولي الحكومة بجمهورية سومالاند وبرفقتهم سلاطين، عقلاء، شيوخ، مثقفين في مناسبة موسعة عقدت بالعاصمة هرقيسة ليلة أمس، هدفت من أجل الإعلان عن افتتاح فندق رويال بلاز. تحدث في بداية المناسبة مدير فندق رويال بلاز السيد علي إبراهيم جيله ومالك شركة كلمية سنجاب ومسؤولين من رويال بلاز وكلمية سنجاب، قدموا جميعا شرحة مفصلة عن أقسام الفندق والمكون من قسم ألعاب الأطفال وقسم غرف النوم وقسم السياحة وقسم المؤتمرات، حيث تم إعادة إعماره وتجديده على أرض واسعة منبسطة. وفي الختام، تحدث بكلمة وزير علاقات المجالس والشؤون الدستورية بجمهورية سومالاند عبد الناصر محمد حسن بوني، والنائب الثاني لرئيس مجلس البرلمان بجمهورية سومالاند سعادة علي حامد جبريل، أشارا من خلال حديثهما في زيادة حجم الاستثمار بالوطن، مضيفين بأن هذا الفندق سيعمل على استقبال الوفود الأجنبية الزائرة للوطن ويضمن لهم إقامة مريحة نظرا للتجهيزات العصرية. كما أشادوا بمسؤولي فندق رويال بلاس وشركة كلمية سنجاب لزيادة الاقتصاد بجمهورية سومالاند وتوفير فرص عمل للشباب. قام مسؤولي هيئة الطيران والمطارات بجمهورية سومالاند بتوديع فريق الهيئة المشارك في بطولة دوري الأبطال المقامة بمدينة بربرة عاصمة إقليمي ساحل. قام مسؤولي هيئة الطيران والمطارات بجمهورية سومالاند بتوديع فريق الهيئة المشارك في بطولة دوري الأبطال بمدينة بربرة عاصمة إقليمي ساحل. تحدث في بداية المناسبة مدير فريق هيئة الطيران السيد عمر أنبي، أشار من خلال حديثه إلى هدف الفريق وهو نيل البطولة دوري الأبطال. وفي كلمة للنائب مدير هيئة الطيران والمطارات بجمهورية سومالاند السيد شرمارك إسماعيل، أشار إلى سعادته لمشاركة فريق هيئة الطيران في بطولة دوري الأبطال بمدينة بربرة عاصمة
إقليم ساحل، وتمنى لهم التوفيق في البطولة. وفي الختام تحدث بكلمة رئيس هيئة الطيران والمطارات بجمهورية سومالان سعاد عمر سيد عبد الله آدم، حث الشباب بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية أثناء مشاركتهم في البطولة، وهدف البطولة هو لاختلاط الشباب فيما بينهم، وقد تطور مستواكم في البطولة المحلية المقامة بالعاصمة هرقيسة، وأرجو لكم الفوز ببطولة دور الأبطال المقامة بمدينة بربرة عاصمة إقليم ساحل. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من الأنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.